بس تبقى واحدة من الخبيثات اللي والله إلا شبعت قهر، والله إلا تموت. ليش حبيبتي انقهر أو أموت؟ أنت اشتردي من حياتي، ما إحنا عايشين حياتنا ومتزوجين. بس إسراء، من توصلك صور يعني لزوجك ويا بنات وبأوضاع يعني شوية أوكي، يعني مو يجرحك هذا الشيء؟ لا، لأنه ماضي عادي. بما أنه هو عنده صور بالماضي، أنا هم عندي صور ويا طليقي وعندي صور عادي طبيعي. زين، التزوج أنه ممكن ينشروها؟ لا، أكو واحدة من البنات للأسف، أكو هواية عندنا ضباط حرامات، يعني خلينا نقول النخبة القليلة. نعم. هواية هواية يكونون داعمين لهاي المكانات، خاصة منطقة المنصور. أكو ضباط متعاونين مع بنات لأنه مكانهم وقعداتهم وياهم. فتجي فلانة زوجتني، أنا تعالي أنا أسوي لك بيها وأسويش بيها. أنا لحمي مر، أنا ما عندي شيء مخفي، أنا إنسانة قنبلة موقوتة، ما أخاف بس من اللي خلقني. هذه دزت عليك ضابط؟ ضابط؟ عندي التقرير اللي سوته ودزت لي صورة من عنده، أوكي؟ وهذا أنا محتفظة به لسبب، ما راح اروح لا عميد ولا عقيد ولا نقيب ولا ملازم. تحياتي لهم ورتبهم. هواية مواضيع يعني مجمعتها ومنتظره مقابلتي مع رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لانه شوف الكراسي تتبدل بس كل رئيس وزراء يترك بصمه. نعم صح. السيد مصطفى الكاظمي اللي اعرفه عنه انسان شجاع ويجيب حق، من استلم الرئاسة لحد الآن هواية راح العالم وجاب حقوقهم. صح. انت شنو رأيت منه بالضبط؟ مقابلتي قريبا جدا إن شاء الله تكون. أنا سويت الطلب، راح تكون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسبب هذا الموضوع، والموضوع الثاني اللي هو يخص السنتر ملكي الخاص. راح نجي بعد شوية. أنت قلت ثلاث مواقف جايك يعني بالمواقف. بس موضوع الابتزاز، هل دفعتي فلوس لهذول البنات حتى ما ينشرون هاي الفضاء؟ اكيد لا، اذا تريد اني انشر لها هي عادي، والله العظيم اذا حابه افتح لها لايف بالموضوع وانزل محادثاتها والصور كلش طبيعي.